السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة Elden Ring، ومرحبا بك إذا كنت من المشتركين الجدد. كثير من الأسئلة جتني في المقاطع الماضية عن تطوير الأشباح أو تطوير الأرواح اللي تستدعيها، فاليوم بإذن الله راح أجيب لكم جميع أماكن الأيتمات اللي تحتاجها للتطوير. شوف يا طويل العمر، بختصر لك إذا أنت فاتح المدينة هذه نوكرون انترنال سيتي، راح تجي إلى الجريس بوينت هذا وتكمل معنا المقطع من الدقيقة اللي حاطها. الشرط الوحيد يا عزيزي المشاهد أنك تكون قاتل اللورد أو الجنرال رادون في هذه المنطقة، بعد ما تقتله راح تنفتح معك هذه المنطقة اللي راح تشوفونها بعد شوي. راح نبتدي رحلتنا اليوم من الفورت هايت ويست. إذا ما أخذت هذا الجريس بوينت بتحصله قبل القلعة هذه بشوي. شو يا إخوان، من هذا المكان تقريبا راح نتوجه بهذا الاتجاه. القلعة هناك موجودة ورا الصخور، تستدعي الحصان، تشوفون الصخور هذه راح تمشي معاها. يفضل أنك تيجي في النهار لأن بعد شوي المكان هذا بتشوفه مظلم وصعب أنك تشوف الصخور المكسرة يوم تنزل فيها، ضروري جدا انك تيجي في النهار. طبعا المكان هذا ما راح يكون مفتوح لك الا بعد ما تقتل الجنرال رادن. تشوف وين الصخور متجهه كذا عن النزول راح تتجه معها. وهذا هو الجريس بوينت اللي نحتاجه. طيب يا شباب، من الجريس بوينت هذا راح تطلع باتجاه الايست، تشوفون البوصله فوق حرف الاي. دائما لما تتابعون الشروحات انتبه للبوصله لان بعض الاحيان تضيع، سواء كان شرحي او شرح غيري. تحصلون هذه الجثه فيها الجوست بيكل بيل بيرنج. المهم هذا هو اللي راح يفتح لك 1 و2 و3 من الجوست. اما الجرس الثاني يا اخوان فهو في هذه المنطقه شمال غرب الماب عند الليك اوف فورت، تطلع فوقه وبعدين تجي يمين بتحصل الجريس بوينت هذا اللي هو الانترنال سيتي او النوكستيلا انترنال سيتي. طبعا ضروري هنا انك اول ما تفتح الصندوق انك تاخذ تعطيها رول او تاخذ الجرس. اما الجرس الثالث يا اخوان راح يكون اقصى شمال الماب عند المكان السري هذا اللي هو الهيليك تري الظاهر اسمه. المهم انه موجود فوق المدينة الثلجية لما توصل عند البراير روم، وراح تمشي من هنا بهذا الاتجاه وبتوصل عند الجريس بوينت اللي هو الانير وول. المهم بعد ما تطلع من هذا المكان فوق الغصن هذا راح تلقى مكان او سموم نفس المقطع الماضي اللي شرحته. تقدرون تسوون حركة الدائرة دائرة دائرة هذيك ما غير لا تضغط اي شيء ثاني عشان تتجاوز مثل هذه الاماكن. ولكن ما تكلمت عن المشروم اللي هو يكنسل السموم اللي تجيك في مثل هذه الاماكن. والحركة الثانية انك تجيب لك داجر وتركب عليه الكويك ستيب وتخليه يوم تجي زي هذه الاماكن تستخدمه، لان الداجر افضل او اسهل من الطريقة هذيك لانك راح تكون متوجه الى الامام وتستخدمه مثل ما تشوفون، وياخذ شوية من الفوكس بوينت فامورك طيبة. اذا ما ودك بصدعة الراس هذه كلها يمديك تسوي الحركة اللي شرحت لكم اياها في المقطع الماضي اللي هو عبارة عن دواير. فمثل ما تشوفون راح توصل الى هذه المنطقة، راح تدخل هذا المكان وبعدها راح تحصل ايش يسمونهم زي الجراد. طبعا احنا في هذا المكان من الماب حاليا، اذا مشيت نفس المقطع راح توصل هنا تشوفون زي المقابر قدامي. في هذا المكان راح تحصلون الايتم او الجرس الثالث. في شوية حشرات هنا يفضل انك تاخذهم او يمديك تاخذ الجرس وتزبن. فمثل ما تشوفون هذا هو الجرس الثالث يا اخوان. ترجع عند العجوز في الراوند تيبل هول ويمديك تعطيها الجرس عشان تعرفون معنا يوم واحد يجي يحاول يصور تطلع لها جميع المشاكل حوالينا. وبس يا شباب، اتمنى المقطع نال اعجابكم. اذا ما نال اعجابكم المقطع اتمنى المزه هذه نالت اعجابكم. اشوفكم على خير في مقاطع جايه، لا تنسون لايك ونشر المقطع لاخوياكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.